سلام، الدش البارد ده منعش جدا. ايوه هي الحاجات البارده ساعات تبقى لطيفه. اه خصوصا الصبح وبالليل برضه. تعرفي انا احب الدش ده في كل وقت، بس ما زودهاش، هو حلاوته مره واحده، لكن لما يكتر يبوخ. على فكره انا مش هتغدى هنا النهارده. ليه؟ عندك عمليه النهارده كمان؟ اسكت يا شيخه، ده العمليه امبارح كانت خطره جدا، لكن ربنا ستر ونفدت منها والحمد لله. برافو عليك، بس ياك تعرف تنفد كل مره. ها وهتتغدى فين النهارده؟ عند الدكتور زكي. بالهنا والشفا، بس ابقى كل على مهلك. انا عاوز اشتكي لك مدحت، تصوري الخاين ده يروح امبارح يسهر سهره مدهشه في الاوبرج ولا يعزمنيش. كل الرجاله كده يعملوا عمايلهم بالسر. انت كمان حلمي ما قالكيش؟ حلمي ما يخبيش عليا حاجه ابدا، ومع ذلك تفتكروا يحب الحفلات والرقص؟ ابدا. قال ابدا قال. طب ده امبارح فيفي شهدت له انه احسن كافاليه رقص معاه. فيفي ما هي اخت صاحبه وزي اخته تمام، ولازم تشهد له، مش كده؟ طبعا طبعا، مين يشهد للعروسه؟ يا سلام، البنت دي كلها انوثه واغراء. حسبي على جوزك لحسن، بعدين دي خطر. اوه مدحت، تملي يحب يهزر. وتأخرنا، يلا بينا بقى احسن ميعاد الخياطه جه. يعني ما قلتليش ان في اخت الدكتور زكي كانت معاكم امبارح. مين بقى اللي مغفل، انا ولا انت؟ انت بس بتستغفلني. اللي كانت ويانا فيفي الرقاصه. اه طب وايه اللي جاب سيره فيفي اخت الدكتور زكي؟ احنا قلنا ان حلم رقص مع فيفي، امينه افتكرت انها اخت الدكتور زكي، خدتها على عقلها وولعت الحريقه. ايه رايك في التكتيك بتاع ابو الامداح؟ لا جامد. رايحين على فين يا امين؟ على السينما يا طنط. هنتفرج على ميكي ماوس يا نانا. لكن انت قلتي لجوزك انك خارجه، وضروري اقول له يا نينا، لحسن يقلق عليك ولا على البنت؟ احسن تاخدي منه اذن ولو بالتليفون. ملوش لزوم يا امينه. مالها، جرى لها ايه النهارده؟ والله ما انا عارفه اقول ايه، شايفاها كده متغيره من الصبح. بونسوار يا جماعه. بونسوار يا حبيبي. يسعد مساك يا ابني. امينه فين امال؟ راحت السينما مع عزيزي. السينما؟ ما قالتليش انها رايحه السينما. اظن سالت عليك بالتليفون ما لقيتكش. امتى؟ من نص ساعه تقريبا. لكن انا ما خرجتش من المستشفى ابدا. وازيكم النهارده؟ انتوا عاملين ايه على العشاء؟ انا ملوخيه بالارانب. ها حلو قوي. امينه اتاخرت. زمانهم جايين. اظن هم دول. ميرسي قوي. بونوي. بوني. سلمي على حلمي. ميرسي. بونسوار. بونسوار يا سام. بونسوار. بونسوار يا حبيبتي. تأخرتوا كده ليه يا أمينة؟ أصل كنا بنتفسح مع مدحت وعليا في الجزيرة، وبعدين رحنا السينما وطلعنا من السينما كنا سندويش وجينا. وانبسطتوا؟ قوي قوي، دول دمهم زي الشربات وموتونا من الضحك. وإيه اللي خلاكي تخرجي معاه؟ الله، عزموني على الفسحة. أقول لهم لا؟ بس اتأخرتوا شوية يا بنتي. لكن ما كانش صح تخلي زيزي تسهر، الساعة 8 لازم تكون في السرير. ثم أنا مندهش، إزاي أخلاقك تتفع مع أخلاق مدحت وعليا علشان تسهري معاه؟ أخلاقهم مالها يا سحل؟ لا مش قصدي، بس أنا أعتقد إن طباعهم تختلف عن طباع أمينة. بالعكس بالعكس، ده إحنا انسجمنا خالص. تبقى حاسب على ألفاظك، بلاش تلطيش، دول ولاد خالتك. ما يقصدش يا أختي. النهارده يا بابا شفت ميكي ماوس طلع لسانه للفيلة أبو زلومة. للفيلة أبو زلومة؟